بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب مدارس العبير الأهلية الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في مادة الرياضيات ودرس جديد. اليوم نتحدث على مقارنة الكسور الاعتيادية. الفكرة من هذا الدرس أن يقارن بين الكسور باستعمال المقامات المشتركة. المفردات الجديدة التي تناولها في هذا الدرس المقام المشترك والمقام المشترك الأصغر. نذهب إلى فقرة استعد. يقول لي أظهر مسح أجري على طلاب الصف الخامس أن 5/8 من الطلاب أو 5/8 الطلاب يحبون فطيرة الجبن، وأن ربع الطلاب يحبون فطيرة التفاح، وأن ثمن الطلاب يحبون فطيرة البيض. المطلوب أي الفطائر يفضلها معظم الطلاب؟ هي الإيه؟ أكثر الفطائر التي يفضلها معظم الطلاب. المخطط الذي أمامنا أو النموذج الذي أمامنا يبين 5/8، ويبين أيضا 1/8، 1/8، 1/8، 1/8، 1/8. هذا الجزء ملون باللون الأحمر يمثل 5/8، وهذا الجزء باللون الأصفر يمثل ربع، وهذا الجزء يمثل 1/8 أو ثمن. يتضح من خلال هذا الرسم أن هذا الجزء الأحمر 5/8 أكبر من الربع، وكذلك الربع أكبر من 1/8. يمكنك المقارنة بين الكسور باستعمال الرسم والنماذج كما رأينا. وإذا كان للكسور المقام نفسه فقارن بين البسوط، وإذا اختلفت مقامات الكسور فاكتب كسورا مكافئة لها وتكون مقاماتها متشابهة أو متساوية. ما هو المقام المشترك؟ المقام المشترك لكسرين أو أكثر هو عدد من مضاعفات مقامات تلك الكسور. وأيضا ما هو المقام المشترك الأصغر؟ هو المضاعف المشترك الأصغر للمقامات لكي تقارن بين الكسور. مثال: قارن بين 3/5 1/2. أولا باستعمال النماذج نجد أن 3/5 كما ترون هذه خمس وخمس وخمس، يعني 3/5، وهذا اللون الأحمر هذا الغامق تمام يمثل الكسر نصف. كما نجد من خلال الرسم ومن خلال النموذج أن 3/5 أكبر من 1/2. هذا باستخدام النماذج. أما باستخدام المقام المشترك أو المضاعف المشترك تمام، إنه أيضا 3/5 أكبر من نصف. نجد ميم ميم ألف للمقامين 5 و2، هو حيكون 10. الخطوة الثانية: أوجد كسرين مكافئين مقامهما 10. الكسر الأول 3/5 يساوي 6/10. الكسر الثاني 1/2 بيساوي كم يا أولاد؟ 5/10. عندي 6/10 و5/10، مين أكبر؟ نقارن بين البسط، هنا 6 وهنا 5، يبقى 6/10 أكبر من 5/10، أي أن 3/5 أكبر من 1/2. ايوه، او كما ترون 3/5 اكبر من 1/2. يمكن ايجاد ميم ميم الف للمقامين بضرب 5/2، بضرب المقامين، والضرب يعطينا دائما مقاما مشتركا لكنه لا يعطي المضاعف المشترك الاصغر في جميع الحالات. مثال: مقارنة الكسور باستخدام ميم ميم ألف. قارن بين الكسرين 5/6 و7/9 باستخدام المقام المشترك الأصغر. الخطوة الأولى:
أوجد ميم ميم ألف للمقامين 6 و 9 هو العدد كم يا أولاد؟ 18. لاحظ أن ضرب 6 في 9 يساوي كم؟ 54، وهذا ليس ميم ميم ألف ولكنه مضاعف، ولكنه ليس ميم ميم ألف، فنجعل العدد 18 هو المقام الجديد لهذه الكسور. الخطوة الثانية، نجد كسرين يساويان هذين الكسرين مقام كل منهما 18. فالكسر الأول 5 على 6، عايزين مقامه كام؟ 18. يبقى ضربت 6 في 3 ادتني 18، اضرب ال 5 ايضا في 3 هتديني 15. يبقى الكسر 5 على 6 هذا هيساوي 15 على 18. اما الكسر الثاني 7 على 9 فبيساوي كام؟ ممتاز، ضربت 9 في 2 اديت 18، اضرب 7 في 2 هتديني 14. صار عندي كسرين متشابهين، احدهما 15 على 18 والاخر 14 على 18. مين الواضح اكبر؟ ايوه 15 على 18 هو اكبر من 14 على 18، يعني 5 على 6 اكبر من 7 على 9. وهذه هي الخطوة الثالثة، 5 على 6 أكبر من 7 على 9. مثال آخر يقول لي أحرز رياض هدفين من 3 من 3 أهداف سجلها فريقه، وأحرز سعيد 5 أهداف من 6 أهداف أو أحرزها فريقه، أيهما أحرز لفريقه نسبة أكبر؟ أول شيء نكتب الكسور، هذا 5 على 6 وهذا 2 على 3. المطلوب المقارنة بين الكسرين، 5 على 6 أكبر ولا 2 على 3 أكبر؟ نتبع الخطوات، يبين من الشكلين أن 5 على 6 أكبر من كم يا أولاد؟ الشكل هذا التظليل في هذه الدائرة أكبر من الجزء المظلل في هذه الدائرة، أي أن 5 على 6 أكبر من 2 على 3. أما باستخدام ميم ميم ألف نتبع الخطوات الآتية، العددان أو المقامان 3 و 6 نستخدم لهم المقام أو ميم ميم ألف لهما العدد 6. الخطوة الثانية بنبحث على مقام جديد مشترك للمقامين 6 و 3 كما علمنا أنه العدد 6، ثم العدد أو الكسر 2 على 3 هيصبح كام؟ ممتاز 4 على 6، وكذلك الكسر 5 على 6 يبقى كما هو لأن العدد 6 في المقام، وهنا العدد 6 في المقام، أي قمنا بضرب كل من البسط والمقام في العدد واحد. صارت المقارنة بين 5 4 على 6 و 5 على 6، أيهما أكبر؟ 5 على 6 طبعا أكبر من 4 على 6، أي أن 5 على 6 أكبر من 2 على 3، وهذه هي الخطوة الثالثة في هذا المثال. إذن أهداف سعيد هي التي تمثل النسبة الأكبر في هذه المسألة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة تأكد في الكتاب المدرسي، وأول نقطة عندي 1 على 3 و 5 على 9. النقطة الثانية 2 على 3 و 7 على 12، والنقطة الثالثة 1 على 4 أو ربع و 6 و 2 على 5 و 6 على 15. أمامي أربع مسائل، المطلوب وضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي في كل منهما، تمام؟ تبع الخطوات التي اتبعناها سابقا. أول مسألة ممتاز، 5 على 9 تمام أكبر من 1 على 3. الخطوة الثانية 2 على 3 أكبر من 7 على 12. الخطوة البعد كده ربع أكبر من 6، عندما يكون البسط يساوي البسط المقام الصغير بيكون هو صاحب الكسر الكبير. آخر مسألة عندي 2 على 5 و 6 على 15 بيساوي بعض، الاثنين ضربناها في 3 صارت 6، والخمس لما ضربناها في 3 صارت 15، وهذه المسألة حليناها بمجرد النظر. ننتقل بعد ذلك
إلى مسألة أخرى. تحتاج وصفة لعمل نوع من الحلوى إلى 5/8 كوب من السكر و2/3 كوب من الدقيق، فأي المادتين أكثر؟ هل الدقيق أكثر ولا السكر أكثر؟ أي أن 5/8 أكبر أم 2/3 أكبر؟ من يشاركني الحل؟ ممتاز، 2/3 أكبر، أي أن كمية الدقيق هي الأكبر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحدث. وضح تشابه بين المضاعف المشترك الأصغر والمقام المشترك الأصغر والاختلاف بينهما. يتضح لنا من ذلك أن المضاعف المشترك يستعمل الأصغر يستعمل ليه؟ يستعمل المضاعف المشترك الأصغر لعددين أو أكثر لإيجاد المقام المشترك الأصغر لكسرين أو أكثر. ننتقل إلى فقرة تدرب وحل المسائل. عندي تمرين، هذا التمرين بقول 2/3 قارن بين 2/3 و3/4. أيوة، من يشاركني الحل؟ نبحث على مقام جديد. كما ترون مراف، ليش اخترنا 12؟ لأن العدد 3 والعدد 4 ميم ميم ألف لهما المقام 12. يبقى حجيب أنا يا أولاد كسرين، كسر يكافئ هذا الكسر صار كام؟ 8/12، وكسر آخر يكافئ هذا الكسر حيصير كام؟ ممتاز، 9/12. صاروا عند الكسرين 2/3 يساوي كام؟ 8/12، و3/4 يساوي 9/12. واضح من خلال الكسرين المتشابهين أن 9/12 تمام أكبر من 8/12، أي أن 3/4 أكبر من 2/3. يبقى العلامة اللحظة هنا العلامة إيه؟ ممتاز، أصغر من. ننتقل إلى مثال آخر أو تمرين آخر. 2/5 و3/4. أيضا لازم أبحث عن مقام جديد. ميم ميم ألف للمقامين 5 و4. مين يقول لي كام؟ ممتاز، 20 حاصل ضربهما. طيب الكسر الأول 2/5 حيصير كام؟ 8/20. ممتاز، يعني ضربت 5 في 4 يبقى أضرب برضو 2 في 4 يديني 8. الأربعة حصير 20، يبقى 3 حصير كام؟ أحسنت يا محمد، 15/20. 4 في 5 ب20 و3 في 5 ب15 صاروا عند الكسرين 15/20 و8/20. مين أكبر؟ ممتاز، واضحة أن 15/20 هي أكبر من 8/20، وبناء عليه يكون 3/4 أيضا أكبر من 2/5. يبقى الإجابة ممتاز، أصغر من. كان هذا درسنا اليوم، إن شاء الله نكون قد أفدناكم. مع لقاء آخر، مع تحياتي وأعزائي الطلاب وتحيات مدارس العبير الأهلية، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.